بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو بدنا نحكي عن رؤية القط أو القطة أو الهر أو الهرة في المنام. ونبدأ بسم الله. من رأى أن قطة أو هرة عضته أو خدشته في المنام. رؤية القط أو القطة تخدش أو تعض في المنام لصاحب الرؤية مرض يصيبه لفترة، مرض يصيبه لفترة وبإذن الله تعالى يشفى. وغالبا رؤية القطط وبشكل عام طبعا هي وجود ظروف في البيت، بتكون ظروف بدناش نقول مشاكل، بدنا نزغرها، ظروف صعبة بين أهل البيت، وبيكون داخلية يعني مشاكل أو ظروف قاسية، مشادات كلامية بين أهل المنزل نفسه في العائلة داخليا بتكون. نشوف رؤية أخرى. من رأى أنه باع قطة أو هرة في المنام. هذا صاحب الرؤية ينفق مالا في غير محله، يعني بيكون مصرفجي، بضيع مال على أشياء مش مستاهلة أو أشياء لا تلزم. نشوف رؤية أخرى. من رأى أن قطا دخل داره في المنام وهو كاره. من رأى أن قطا دخل داره في المنام وهو أصلا بيكون كاره دخول هذه القطة في البيت، هذا فليحذر من محاولة سرقة هذا البيت. يعني في لص بيحاول يترصد لشيء، وخاصة في الحدائق في الحديقة، يعني بيكون غالبا في شيء ثمين في الحديقة، يدير باله في لص بيحاول يسرق شيء من هذا المتاع أو هذا الأثاث. نشوف رؤية أخرى. من رأى أن قطة تأخذ شيئا من داره وتذهب في المنام، يعني بتأخذ وبتذهب، هذا بنقول له خلص راحت عليك، يسرق من بيت هذا الرجل أو صاحب الرؤية شيئا من أثاثه أو من الأشياء اللي بيستعملها، وغالبا بتكون يعني القطة وجودها غالبا في الحدائق في الحديقة، فهذا الشيء بروح من الحديقة أو من خارج المنزل مش من داخل البيت، يعني ما بدخل اللص داخل البيت من جوا، غالبا بيكون حول المنزل، والله تعالى أعلم. نشوف رؤية أخرى. رؤية القط أو القطط في البيت في المنام وصاحب الرؤية كاره. زي ما حكينا رؤية القطط في المنام تدل على الخصام، على المشادات الكلامية بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخته، يعني بين الأب وولاده، بين الأم وولادها، يعني بتكون في شوية أو في شوية ظروف بتمر فيها أو بمر فيها هذا البيت أو أصحاب هذا المنزل. وغالبا هاي الأشياء بتكون نتيجة الحسد والعين، علشان هيك بننصح أصحاب مثل هذا الرؤى، يعني اللي بيشوف القط في المنام في بيته بشكل عام، خليه يلقي نفسه يلتزم الرقية الشرعية. الرقية الشرعية وهي كما نقول دائما ما بين صلاة الفجر وحتى شروق الشمس، وما بين صلاة العصر مساء إلى غروب الشمس، التزامها ضروري جدا، لأنه غالبا غالبا البيت اللي صاحبه أو صاحبته بتشوف قط فيه بالمنام بيكون معرض أو بيكون محسود، والله تعالى أعلم. نشوف الرؤية الأخيرة. من رأى أنه يذبح قطة أو هر في المنام. هذا يصيب لصا، يعني بيكتشف لص بيعرف الشخص اللي سرقه، ويعني بيبين له، يكشف يظهر هذا السارق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.